لا تفاني قواتنا الأمنية في مكافحة هذه الآفة التي تضرب المجتمع وأخلاقه والتأثير السلبي على تطوره ورقيه. شاكرين كل الجهود المبذولة التي تقوم بها قوى أمن الداخلي كافة ومكافحة الجريمة المنظمة، خاصة في ملاحقة وتوقيف تجار ومروجي هذه الآفة. وإن ثورتنا في شمال وشرق سوريا متعددة الجوانب، ومن أبرز جوانبها حماية المجتمع، وعلى رأسها مكافحة مروجي المخدرات. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، نحيي جميع زملائنا بقوات الأسايش وأجهزة النيابة العامة لتصديهم لهذه الآفة. تأكيدا منا على أن نكون السور الحصين حول مجتمعنا لحمايتها من هذه الآفة، نحتفي اليوم مع العالم أجمع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف 26 من شهر حزيران من كل العام، الذي يقر بهدف تسليط الضوء على الجهود الحثيثة والجبارة المبذولة من قبل الجهات المختصة لواد هذه الآفة، وذلك من خلال استراتيجية شاملة لحماية مستقبل أجيالنا ومجتمعنا. فنحن كقوى أمن داخلي الأصايش مكافحة الجريمة المنظمة أقليم الجزيرة استطعنا منذ التأسيس من تحقيق إنجازات كبيرة ومبهرة في ضبط المتهمين بجرائم المخدرات، وسعيا جاهدين في هذا العام للتقليل والحد من انتشار هذه الظاهرة من خلال عمليات رصد ومتابعة، وتمكننا من خلالها إلقاء قبض على الشبكات تورطت بالاتجار والترويج ولهذه المواد، إضافة إلى أشخاص كانت لهم اليد في نشر هذا الخطر على المجتمع، حيث تم إلقاء قبض على 313 شخصا بين التجار ومروجين ومتعاطين، وضبط معهم كميات كبيرة من الحشيش والحبوب والمخدرة ومواد مخدرة أخرى، والتي سيتم إتلافها اليوم بحضور كل من هيئة الداخلية، هيئة الصحة، هيئة المرأة، لجنة التحقيق والادعاء، قوى الأمن الداخلي، مكافحة الجريمة المنظمة، أقليم الجزيرة. وبناء على ذلك نبين لكم إحصائية المواد المضبوطة من الحشيش والحبوب ومواد المخدرة أخرى من تاريخ 26/6/2019 ولغاية 25/6/2020، وهي كالتالي: حشيش 53 كيلو 807 غرام، سجائر محشوة بالحشيش 63 سجارة، نبتة حشيش قنبس 13 نبتة حشيش و875 غرام قنبس، مجموعة الحبوب المخدرة 1442129 حبة بأنواعها: كابتيكول، هيكزول، بالتان، ترامادول، زولام، كاريزول وأنواع أخرى مخدرة، إبر ترامادول عدد 3، هيروين 2 كيلو 432 غرام، كوكايين 2 غرام. وفي ختام بهذه المناسبة نناشد أبناء شعبنا والمؤسسات المجتمعية لنكون عونا في نشر الوعي الثقافي والأخلاقي لحد من هذه الظاهرة، لنجعل من مناطقنا أكثر أمانا ونبني مجتمعا يخلو من المخدرات والجريمة. فنحن كمكافحة الجريمة ملتزمون بتحقيق الصحة والأمن والعدالة للجميع من خلال معالجة هذه التهديدات والتعزيز السلم والرفاهية المستدامة كرادع لهم، متعهدين بالسير قدما لنجعل من مناطق شمال وشرق سوريا أرضا يسودها الأمن والسلام، مرصعا بالخير والمحبة. ودمتم بالأمن والسلام والخير. قوى الأمن داخلي أصايش أقليم الجزيرة، مكافحة الجريمة المنظمة أقليم الجزيرة.